تعمل بوينسي، البوينسي تسحب معاها بره هواء، الحركه التربلنس دي بتؤدي لاهتزاز الهواء. طب يبقى الانديوز اير اراوند ذا فليم برينجز تربلنس افكت، هي دي اللي بتساعد سرعه التصاعد. يبقى الفليم بروباجيشن سبيد از ا فيري امبورتانت كاركترستيك، اللي هو هاو فاست وي بروسيد وذ اور كيميكال رياكشنز، سو ذات وي وونت تو جرو اب ذيس افكتس، ان احنا ننمي الافكتس ونبحث عن الفاكتورز اللي بتزود من سرعه تقدم الافكتس على فاست المخصوص. تمام؟ ناخد مره كمان. طيب بس السيد بيقول لك انه جاب نوع تاني عشان تدستنجوش الطفل. بوليسما. واحد متر برضه؟ لا. واحد تاني كان سبيس. ماشي ازاي التاني؟ لما بيحدث تصاعد للجاسس لازم الهواء يحل محل السبيس اللي فضل، ان الجاسس طلعت بسرعه فالمكان بقى فاضي، فالهواء ريديالي انورد يدخل مكانها فيعمل اضطرابات ويعمل اهتزاز في سرعه الفلو، فيبتدي الايه الاريا اوف ذا فليم تو بي انلارجد باي ذا تيربلنس ويستمر الموضوع. فذيس از امبورتنت فاكتور نعم. اللي بينقط ده ان البوليستر بيتحرق وبينفصل عن ال يعني it has a more dense hydrocarbon material فبيحترق كانه كتل خلاص. من بعد ما بترتفع درجه حراره الخيط بيجي في نقطة بيفقد الالتصاق فبينزل بتقله ويحترق منفصلا عن الخيط. دقيقة ونص. تمام. 0.6 كويس. طيب نكمل في الخيط تاني. احنا كده 32 ثانية. 1.27 وايه؟ 1.27 زي الأولاني. شوف هنا الاضطرابات عالية قوي اهي. ما هو احنا عشان المين افكت هو كيميكال رياكشن. هو انت دلوقتي سؤالك هو مش السخونيه، هو مش هوت ريجن بتطلع فقط بالتوصيليه اللي في الخيط دي، بتطلع نتيجه ان هو نفس الماتيريال از كونسيومد فور كيميكال رياكشن. يعني انت مش بتوصله بجزء سخن وتنتظر انه باي كوندكشن السخونيه هي اللي توصل، لا ده هو بالاحتراق بيتوارث السخونيه، هو نفسه بيبقى الهوت سورس اللي بيسري وبيتحرك. يعني انت مش بتراقب انتشار الهيتنج افكت من نقطه لنقطه، لا ده هو نفسه جزيئاته بتعتبر هيت سورس لاصدار هيت منها من ذاته. فالخشب لا الخشب بيتحرق وهو باد كوندكتور، لكن هو انت مش يو ار نوت واتشنج انه هيت سورس بينقل التمبريتشر جريدينت قد ايه سيفيرلي للناحيه الثانيه، لا ده هو نفسه is consumed to be replaced by hot reason مهما كان هو بقى نشوف الفيديو ده ده فوق زي اللي قبليه 70 ولا متر؟ المتر ده كان يسوى 70 الاسود ده كان خد قد ايه؟ زي ما انت شايف عمليه الكومبشن عمليه فاست كونسمبشن اوف ذا هيدروكربونز وذ ايميشن اوف لايت نتيجه استثاره الالكترونات بين المدارات. ماشي ممكن توقف هنا
لا يا عم شكرا. ليه يعني؟ والكوليسترول ينصهر ويكون عن ليكويد دروبليت بينشف تسقط وبتتحرق بعيدا عنك زي الشمع كده صح؟ فدي اللي خدت وقت اطول للفيلم عشان الليكويد ايفابوريشن از ا بروسيس ذات تيكس تايم متر. فكل ما بضيف بروسيس المهمه بتاعتي كل ما تيكس لونج. لكن I have to wait for the solid fuel to be molten and then evaporates, then find the air, react. كل دي عمليات بتتطلب وقت. فانت تلاقي ان الشمعة معدل استهلاكها بطيء جدا. واضح ان الامتحان هيبقى لطيف. بص على الحيطه كنت في البؤس لدرجه ان احنا بنصور في شمعه يا عم بعيد عني. احسب بقى صور بقى الشمعه هتقول ان البين فيشر انه ديز كولر ايه بس مش بلوش بيكوز اتس نوت ريميكسد وذ ذا اير. الاير كمز from the surrounding radially inward بانه replaces الهوت جاسز اللي بتطلع وما انت بتشعل. الهوت جاسز بتتصاعد فبتسمح للهواء انه يستقدم من جميع الجهات. And then this air comes into contact with the fuel vapor. Of course the material is combustible. يبقى في مكان ما رقعة التفاعل هتنشأ بس نتيجة انه it's hard to find the required molecules of oxygen for each molecule of fuel. فبيغلب ان الشمعة ما بتجدش الهواء الكافي بسرعة زي ما سيستمز اخرى زي موقد اللهب في البوتاجاز في البيت. وزي ما هنشوف دلوقتي ما يناظرها نحط ايه في المعمل عشان يبقى فيه بريميكس دكتور. فالحريق بيبقى فيه دخنة بسيطة شوية. It's not efficient. هو هنا فين الفيول اللي بيتحرق؟ هو ما هو الشمعة نفسها الماتيريال البارافيني ده هو ده السوليد فيول. تمام. لما بيتعرض لحرارة بينصهر. تمام. ولما بينصهر بيطلع في الفتيلة بالخاصة الشعرية. تمام. هو ده الفيول اللي تحول من سوليد إلى ليكويد. وبعدين لما يتبخر من حوالين الفتيلة هيبقى فيول فيبر. طب وده جاز. هو ده اللي بيكون منطقة الرياكشن. طبعا في زرق بسيط قوي جوه لكن بره it waits long time for the air. هو ده اللي محتاج انه يكون انفلوب كبير عشان يقابل على سطح الاير. فبيحدث الايه الاحمرار والاصفرار وبدء الدخنه. يعني هو اللون بيغلب عليه اللون. يعني اللون ليه علاقه بكميه الاكسجين بالظبط. اللون indication للكواليتي اوف الكومبوستر. فوانس ان انت اطلقت الوقود والاكسجين ليس كافيا هتلاقي انه ضعيف. بقاء الوقود في هذه الحاله بيخلي منطقه الرياكشن فعلا زي ما انت قلت ضعيفه منخفضه في درجه حرارتها فما ما بيغلبش عليها اللون الازرق. ما يبقاش اللون الازرق غير الشمعه طول الوقت بتاعها يعني على حسب الماتيريال بتاعتها ولا طول بس بتاعها طول و الاثنين مع بعض الماتيريال تاثر يعني عارف الشمعة يعني احنا عايزين نحسب له هو انت عمرك يعني ما هتفكر انك تختبر الشموع في السوق يعني اتس جاست كاركترستيك ان انت تميز بينها وبين ماده ثانيه فيها مساحه سطحيه وفوليوم ريشيو اكبر. يعني خليك راجل فكر بهندسه ان دي لارجر اريا تو فوليوم ريشيو كومبيرد دي. لكن احنا مش هنعمل جدول مواصفات للشمع دكتور. بس حاجه ريفير اليها انها سوليد ماتيريال بشكل دنس واننا كلنا متعودين انها بتحترق ببطء في الكروبيتس
دكتور هو لما لو حضرتك ولعت دي هتطلع لون مختلف عن دي مع ان هي في نفس الانفايرمنت اللي فيه نفس الاكسجين. لو ولعت ايه اللي هي البوتاجاز بتاع الغاز هيبقى لون مختلف طبعا مع ان هو نفس الانفايرمنت اللي فيه نفس الاكسجين. ايوه بس احنا هنا بيلتقي الهواء مع الوقود بسرعه قبل الاشعاع. تمام هنوريك دلوقتي في فتحه هنا ولا مفيش؟ اوكي كده لو مفيش فتحه مش هتولع. الفتحه دي بتدخل الهواء قبل الوصول لحيز الحريق. ففي هذا السبيس يصبح الفول والاير بريميكسد. تمام. يتم احدى المهام الرئيسيه قبل ما الحريق ديفلوبس. اسرع البروسيس اسرع. وبالتالي ما تبقى لهم من مهام اقل فدي والبرن فاصل. تمام. خلاص ده بقى اللي موجود في البوتاجاز. البوتاجاز فيه عيون من تحت في الكوع اللي هو راكب عليه الديسك اللي بنحط عليه الوعاء في فتحات لدخول الهواء. فاحنا بنوفر تايم باي انتروديوسينج ذا اير تو بي بريميكسد وذ ذا فيول سو ذات وين ذي كام اوت اوف ذا برنر بورتس اور هولز ذي ار بريميكسد. So they catch fire easily and they propagate or combust faster. هو نفس الكلمة نفسها بارافين دي الكلمة الخاصة بإن هي دي الماتيريال دي solid part of the petroleum fuel. أصل كلمة بارافينات بارافين دي جاية من شكل سلسلة خلاص خلاص صورنا الشمع ما في كفايه. طيب ندخل خلاص ما وقف. طيب يعني طبعا الشمع انت مش وزي ما قلت لازم يبقى في بايبس سبلاينج. اهم حاجه في الكومبشن سيستم هو ايه؟ انسوليشن. ايه اللي بيقوم بيه ايه المين اليمنت الكومبشن؟ الفيول. الفيول يبقى الفيول موصلينه بانبوبه او بسورس. لو انا عندي خط غاز طبيعي في البيت لو ريجوليتور البريشر ريجوليتد والفول فلوريد بالفتح المحبس بحصل على فول فلوريد. طبعا ابسط حاجه هستعمل مواسير مستديره سيركلر كروسنج جيت ويل ديفلوب فروم ذيس هول. الجيت ده ترافل انتو اير اند كان فايند ذا اير اند اي كان انتروديوس ذا بايلوت. تمام ذا بايلوت فليم تو اجنايت. فاحنا الاول سسين هنقفل الايه هنلغي ان مفيش بريميكس خالص. لما كانت مسدوده تماما كانت كومبليت بايب مفيش اي مجال لدخول الهواء مبكرا عن ايه ميعاد انشاء الفليم عند فتح خروج الايه الفيلم. خلاص ولاعة معاك يا سسين قدامك. مش لاط هنا الازرق. ما هو الازرق ده نتيجه التقاء. اول حاجه بتظهر من الوقود مع ما حواليه من اير دي جبهه التفاعل. بعد كده الوقود بيبقى الكور بتاعه مليء بالفول والهواء كانت sufficiently satisfies reaction زي ما كان قادر يعمل في الشوية الصغيرين اللي ايه اللي في الاول. تمام. طيب طبعا انت بدات تحس بالراديشن وبدانا نحس بالصهد اللي طالع من الفليم. بدانا نحس انه دلوقتي بقى long لانه it cannot find the air easily it has to travel some distance and to make some envelope to induce the air. فالفليم بقى له سايزنج والسايزنج احنا قلنا مهم بالنسبه لك كانجينير وان في تلاعب في الاريا بتاعت الفليم due to the buoyancy and the turbulence of the surrounding air.
فكل دي صور كويسة وconclusion كويسة ان احنا نكتب عن combustion systems وايه اللي بيصادفنا فيها. يبقى فعلا زي ما انت شايف في منطقة زرقان which stabilize the flame at the first region where so much air can satisfy the first amount of the fuel coming out. بس بعد كده the remaining fuel اللي ماشي في الكور بتاع الجيت will not find the air as much as possible or as much as it needs, so it has to be elongated في هذا السبيس. وده طبعا يعني مهم بالنسبة لي لأنه الفاير need to be confined والسيستم ده عشان يشتغل عشان يديني حرارة لازم نبني له كومباستور كبير بسايز, والسايز ده لو اتحرك هيبقى تقل بالنسبة لي, يبقى ويت, يبقى أنا محتاج أحسب الباور تو ويت ريشيو. يبقى لو ده كومباستور شمر بتاع طيارة كل ما كبر كل ما الباور اللي طالعة بقت بتستهلك في رفع وزن هذا الكومباستور شمبر ورفعه في الهواء, فبقى الباور ويت ريشيو ده فاكتور مهم. ايضا بيهمني الافشنسي ان الديل بتاع اللهب دي الريزيديوال كربون اللي ما تحرقش بيبان الموسينات, واخد بال حضرتك ممكن طبعا لو انت حطيت سطح حله هيبان ان فيه سواد موجود على السطح, وده يكدر من صفو عمليات الهيت ترانسفير انه يتراكم على الاسطح المعدنيه جيده التوصيل للحراره. ايضا زي ما انت شايف there is no sufficient oxygen that supplies the flame. طيب اتفضل. بكل بساطة the more you deliver reactants the larger the space these reactants need. السرعة يعني هتدبس مثلا نفس الكمية نفس الفوليوم already we need to stabilize the flame because time here is long enough to complete combustion and reaction, flame remains stable. تمام؟ لو زي ما الفرنس بيقول لو انا زودت السرعه beyond certain threshold هيبقى العمليات اللي انا بعملها اني انا عايز الفيول يشوف الاير وchemical reactions need time, لو انا خلال لو انا مشيت الفلو بسرعه خلال المقطع ده بحيث ان الزمن بقائها في هذه الرقعه اقصر من الزمن اتمام الكومبليت رياكشن, هتلاقي ان الرياكتنس هتفوت وتعبر المنطقه من غير ما تطلع البروديوس دي, فالفليم يطفي. يبقى ساعتها انت دخلت في مشكله الفليم. طيب نبتدي بقى نفتح فتحات الهواء. زود كده يا استاذ سيد. بص بقى هنا انا عامل بريميكس, فانا بقرب شوف الازرقاء جامد انه بريميكس في نفس الوقت ليه بيطيروا عشان سؤالك ان السرعه اللي بيفوتوا بيها اعلى من السرعه اللي رايحين يتحركوا بيها. بص طول ما انا حاطط البايلوت فليم اشتعل. هنا مش قادر يشتعل خالص لكن قادر يشتعل فوق. ليه قادر يشتعل فوق؟ عشان السرعه بتقل كل ما ببعد عن مصدر الايه الماسوره. لما بيطلع جت من الماسوره بيطلع بسرعه عاليه, وبعدين كل ما يبعد عن الماسوره ده مومنتم از ديسيبيتد فيلوسيتي از ديكريز, فيقوم يتسع على رقعه يبقى فيها الزمن يكفي له يلحق يكمل رياكشن. هنا بيحط جسم صلب سرعان ما يسخن ويبقى كافي انه تستابلايز ذا فليم ويريفر يوم بيخلي اولا بيعمل منطقه استجنيشن, والفلو وانس ان وصل الاستجنيشن يعني سرعته بقت ايه؟ بقت زيرو. يبقى نظريا بقى ماتش لونجر تايم عقبال ما يغير اتجاهه ويبعد. يبقى when you stagnate a flow it will stop, this gives you time
change direction, this gives you more time in contact with the hot surface, اللي هو solid material مع عفاية with larger thermal capacity, يبقى you can stabilize the flame and even at much larger velocity, هيبقى فيه turbulence, هتستقدم لك الهواء بشدة وبعمق, فهيبقى turbulence combustion. كلنا عارفين ان the rates of mixing by turbulence بتبقى اقوى ولا اضعف من الريتس والميكسنج باي لامينار؟ اقوى. فعشان كده انت شايف ضوضاء ومعدلات هائله لمسك الهواء مع الوقود وحرق الكفاف. So this is a flame stabilizer. Instead of you have the flame naturally stabilized عند الفجوه, you create some flame holders, we call this flame holder, اللي تقدر تعالج مشكله الاستابيليتي في الهاير فلوريتس. باشمهندس سأل عن هاير فلوريتس لان احنا اوريدي when we develop the engines, when we develop more powerful boilers, more powerful furnaces, we need to increase the capacity. طبيعي ان انا مش عايز اشتغل على فلوريتس قليله لان انا عايز ازود الانتاجيه, فطبيعي التارجت بتاعي هيبقى ان انا عايز ادخل المتفاعلات بسرعه اعلى واعلى من نفس الماسوره عشان تبقى the same compact design gives me more power, يبقى higher power to weight ratio. فانا طبيعي كنت هدخل في مشكله الانستابيليتي لما كنت هطمع في زياده الايه الفلوريتس. يقوم نعمل ايه؟ هو ده التفكير, هو ده الديفلوبمنت في الديزاين, ان انا اسمح بتصميم ما يفي بانه يقلل سرعه الفلو ارتفيشالي باي امبنجمنت ويديني هيت ريكفري باي اميرسينج سوليد بوديز ويتش هاف هاي ثيرمال كاباسيتي اند كان كاري اب ماتش هيت, كان راديت سو ماتش هيت تو ريكفر الهيت, وان هي مع الاستجنيشن اللي بيحصل المتفاعلات في زمن كافي والحراره تستمد من هذا الجسم السخن, فزي ما انتم شفتوا يبقى في احتراق turbulent combustion, ده يؤدي دور انه يخلي البرنر بتاعتي burn as much as I can و increase the capacity. خلاص صورتوا لها بالمضطرب وعندكم كلام كتير تقولوه عن ايه, عن دي بقى اسمها بانسن برنر, اللي هو العالم اللي اسمه بانسن اللي اخترعها, انه بيسمح بدخول الهواء قبل الوصول للريجن اوف ذا فليم, ذا رياكتانس ار ريدي تو اكسبت كومبشن. بيكوز ذا رياكشن از فيري سترونج, بيكوز ذير از ا يونيفورم ميكشر ويتش وانس انه في اجنيشن لمتفاعلاته يونيفورملي ريليسز ذا هيت اند يونيفورملي ميك ذا كيميكال كومبشن. اللون الأزرق ده طيف من الأطياف التي تدل على إتمام أكسدة الهيدروجين والكربون, فبيدي اللون الأزرق اللون المميز. أنت كل نشاط عندك له لون مميز, يعني بمعنى إن صوتي أنا له تردد مميز عشان أنا صوتي مثلاً بموجات معينة وأنت صوتك له موجات تانية. نفس الكلام, اكتمال أكسدة الهيدروجين والكربون بيدي استثارة للإلكترونز إنها تقفز للمدارات الأعلى معبرة عن انطلاق الطاقة ثم تهبط للمدارات الأقل عشان تسمح بخروج الطاقة على شكل راديشن وثيرمال إيمج. تمام؟ فده له طبيعة إن التراقص والاهتزاز ده بتاع احتراق الكربون والهيدروجين احتراق كاملا له طبيعة بتردد معين. عينينا بتميزها إنها أزرق. حينما لا يكتمل احتراق الكربون هتبقى الطاقه اقل وهتبقى سعه الاهتزاز في الجزيئات مختلفه لان التمبريتشر هتبقى اقل لانك ما وصلتش لنفس كومبليت كومبشن. فهو نفس عدم وصولك لنفس التمبريتشر وعدم اهتزازك بنفس القوه هيديك اهتزاز بشكل اخر يخليك ان انت تشوف اللون ايه برتقاني بقى لما ما يكونش كومبليت. زائد بدون تحديثك حاجه اخيره, ان انت لما يبقى حريقك غير كامل هيبقى فيه كربون غير محترق ولا لا؟ الكربون ده سوليد ولا مش سوليد؟ والسوليد احنا عارفين ان هو لما بيبتدي التوهج
مش بيبتدي بالاحمر ثم البرتقالي ثم هو لما الكربون هو طالع فمنطقه التفاعل هيوصل مثلا درجه حراره 1300. فالفيزيكس بتاعته بتقول ان هو لما بيوصل ل 1300 بيبتدي يبقى فوق يعني يبقى عدى منطقه الاحمرار ويبقى برتقالي. فعشان كده احنا بنشوف البرتقالي نتيجه توهج ذرات الكربون الغير محترقه في الانظمه التي ليس فيها كومبليت كومبشن. حلو الكلام ثاني كده بار يبقى بارشلي بريميكسد يعني انا مش هتحول من نون بريميكسد لبريميكسد مره واحده لا انا هعدي من انا بارشلي ان انا ادخل كميه هواء بس مش كافيه للحرق الكامل ساعتها اسميه بارشلي بريميكسد. ده ما بيفرقش في زون اوليه اهي اللي هي الزرقاء الحلوه دي كومبليت رياكشن والباقي يبقى بار يشتعل باورنج فليم بقى دبل انفلوب فليم. ده كده لما بدخل الهواء نص ونص يبقى دبل انفلوب فليم يبقى في شويه مخلوطين كويس وشويه مش مخلوطين كويس يكملوا بره زي ما احنا عايزين. اول يعني اهو لا في جزء بريميكسد ازرق واخد مواصفات الكامله للبريميكسد فليم اللي هو تحت اهو لدرجه انه ممكن يطير واخد نفس ملامح انه ممكن يبقى انستيبل في اي لحظه انه رياكشن فرونت ممكن اي حاجه تطيره. تمام يعني واخد شكل الكون يعني انا دلوقتي مكون كون صغير شايفين الكون الصغير في كون جوه ده الكون الاولاني لميكشر اتكون خلاص ميكشر غني في وقوده لان الاكسجين ان اوفرول مش كافي فيبقى ده ميكشر غني في الوقود اللي هو في الاول فلو كونيكال فليم انفلوب مستقر بيه والاكسس فيول هيشتعل بره نون بريميكس. يبقى دي حاله وسط بين البريميكس والنون بريميكس ان يبقى فيه بالداخل فيول ريتش ميكشر يمكنه استبقاء حريقه على كونيكال فليم انفلوب زي ما انتم شايفين والباقي والاكسس فيول يبقى بالشكل الكليبتيكال انفلوب اللي بره اللي هو الطبيعي الكور. تمام كل ما هزود نسبه البريميكس بقى عايز يبقى سنجل فليم فرانت. طب يا دكتور وليد بس هو عشان اصبح عايز يشتعل مره واحده فالرياكتنس زادت والسرعه الاجماليه عليه كبريميكس فليم اقوى من انه قادر يستحمله لانه مش لاحق. هو كان لاحق انه يحرق السمول فلوستي بتاع الميكشر البسيط اللي كان جوه كان لاحق يحرق. انما انت لما دخلت له كل الفول عايز يبقى في الميكشر فالكميه كميه الرياكتنس زادت. لكن لما تحرق ربع الفول في الميكشر والباقي يتحرق على مهله ده يدي فرصه ولا ما يديش؟ يعني انت حطيت ربع الفول في الميكشر الداخلي فلحق يحرقه والتلات ارباع هيحرقه على مهله في سايز كبير. لكن لما انا حولته الى كومبليتلي بريميكسد بقى مش بس ربع الفول عايز يشتعل مره واحده بقى كل الفول عايز يشتعل مره واحده فتصادم بحقيقه انه ما بقاش لاحق لان سرعه مروره خلال الفتحه بتؤدي بيه انه يبقى الريزدنس تايم فلو قليل فمش لاحق فانطفى. حلوه الحدوته دي؟ خلاص؟ يا رب ربنا يكرمكم ويبقى